السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي منى تيفي. دونك تتم دوك الاطباق اللي كنا قدمنا اليوم. عندي لكم واحد الاقتراح ديال لي ميني كيك بالنسبه للدراري الصغار، هكا سيرتو دابا قربت المدرسه. الا بغيتو توجدوهم الدراري بحال غوتين، حنا عارفين كاملين الوليدات ما كيبغوش يفطروا مع الصباح. دونك هاد لي ميني كيك تيجيو زوينين وسهلين في التحضير، ما كيطلبوش شي حاجه كثيره. دونك في الاول عندنا كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال السنيده، وعندنا جوج بيضات، وعندنا 90 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الطحين، خميره وحده، وهنا عندي تقريبا واحد 3 المعالق كبار عامين مزيان ديال البودره ديال الكاكاو. وهنا عندي لي بيبيت دو شوكولا، واحد الكاس تقريبا قد هذا، كاس ديال العنبه ديال لي بيبيت دو شوكولا. دونك هادو هما المقادير. الطريقه ديال التحضير غنبداو بالزبده هي الاولى، تكون بدرجه حراره المطبخ يعني ما تكونش في الثلاجه. غادي نخلطوها هي والكاس ديال السنيده، غنبداو بهم هما الاولين. دونك كنخدموهم مزيان، كتولي بحال البوماد، كتولي عندنا اون بوماد. هنا كتولي بحال هكا، ملي كتولي عندك اون بوماد على هاد الشكل كتبداي تزيدي البيض. دونك هنا عندنا جوج ديال البيضات، البيض غتبدي تزيد بشويه بشويه تكمل هذا البيض اللي عندك. دونك غنزيدو شويه نصوبو، نزيدو كميه اللي بقات ديال البيض. دونك هنا ملي خلطنا الزبدة مع السنيدة مع جوج بيضات، المرحلة الثانية غادي ناخدو هاد جوج كيسان ديال الطحين، جوج كيسان ديال الطحين، غادي نخلطوهم مع هاديك الكمية ديال بودرة الكاكاو مع الخميرة، ثلاثة غادي نخلطوهم في شي إناء، عاد كنبداو نزيدوهم بشوية بشوية. دونك الكيسان ديال الطحين ما تعمرهمش بزاف، تيكونوش عامرين. الكاس الاول نزيد عليه هاد البودرة ديال الكاكاو، بودرة الكاكاو قلنا 3 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. فوالا، نزيدو عليهم هاد الخميرة، هادشي كيتخلط كامل، نزيدو عند الكاس ديال الطحين، دونك هنا درنا جوج كيسان ديال الطحين. بالنسبة للناس اللي مشافوش من الأول، جوج كيسان ديال الطحين مع 3 المعالق كبار ديال بودرة الكاكاو مع خمارة وحدة. دونك خلطناهم كاملين، وغادي نبداو نزيدو شوية بشوية. دونك هنا نحاول نخلطوهم، وغنبداو نزيدوهم على الخليط بشوية بشوية وحنا كنحركو. هادو كيجيو زوينين كيف ما قلت لكم، بالنسبه للوليدات دابا قريبا قريب دخول مدرسي، وليدات ما كيبغوش يفطروا مع الصباح
هاد لي كيك تيجيهم خفاف وزوينين وما فيهم الشكلاط. حنا عارفين الوليدات اي حاجه فيها الشكلاط تيبغيو ياكلوها وسهلين، يعني ما كيطلبوش منكم الوقت بزاف. غير حاولت تضبطوا المقادير اللي خليت لكم باش كيجيكم الكيك مزيان، ما كيديعش في الطياب، تيجي واقف وزوين وخفيف. هذا ما فيهش، ما كنديروش فيه الزيت، دونك غير الزبده باش كيجي هشيش. واخا غتجيكم العجينه بحال غادي تشوفوها قاصحه شويه، ولكن ما تنساوش بان باقي عندنا الحليب، غادي نطلقوا به شويه العجينه. هنا غادي نبداو نزيدو هاد نص كاس ديال الحليب بشويه بشويه. غير عطيوها الخاطر، غتجيكم بحال ثقيله في الاول، ولكن هي عطيوها الخاطر غادي تطلق. هانتوما كتشوفو شو كيفاش طلقات. هانتوما شتو كيفاش طلقات بهذاك نص كاس ديال الحليب. صافي ملي تبان لينا جمعات راسها، يعني العناصر كلها اندمجت مع بعضياتها، فوالا صافي. كتكونوا كديروا ديك الفران كيسخن درجه حراره 180، غادي نشعلو من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180، نخليوها 25 دقيقه بالضبط. دونك هنا غادي هاد الكاس ديال لي بيبيت دو شوكولا غادي نزيدوهم ونخليو شويه باش نزيدوهم من الفوق. بالنسبه للمول اللي كنديروا فيه هاد الكيك كيكونوا دي مول انديفيديوال، يعني فرديين. انا عندي جوج تشكال، يمكن لك ديري الشكل اللي بغيتي. انا عندي هادو ديال السيليكون، كتهز بالعاشق وما تتعمرش، بزاف حيت فيهم الخميره مازال غادي يطلعوا. دونك غنوريكم الشكل، كنديروا هكا بالعاشق تقريبا، كديروا عشق وشويه في كل وحده حيت مازال غادي يطلعوا. وكتزينوهم بهاد لي بيبيت من الفوق دو شوكولا. دونك انا غادي نستمر على هذا الشكل حتى نعمر لي مول اللي عندي، وغادي ندخلهم للفران كيف ما قلت لكم درجه حراره 180، تشعل من الفوق ومن التحت لمده ديال 25 دقيقه، وغادي نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي ميني كيك.
دونك البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك لي بيبي دو شوكولا. دونك كيجي خفيف كما قلت لكم مويلو من الداخل. دونك انتما كتشوفوا الشكلاط كيجي لداخل كتجي خفيفه وكتعجب الوليدات كما قلت لكم. بالنسبه للوليدات ياخذوها معهم في الغوتي في المدرسه ولا يفطروا بها مع الصباح كتجي زوينه وخفيفه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم ونتمنى تجربوا هذه الوصفه وبصحه وراحه. دونك البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك لي بيبي دو شوكولا. دونك كيجي خفيف كما قلت لكم مويلو من الداخل. دونك انتما كتشوفوا الشكلاط كيجي لداخل كتجي خفيفه وكتعجب الوليدات كما قلت لكم. بالنسبه للوليدات ياخذوها معهم في الغوتي في المدرسه ولا يفطروا بها مع الصباح كتجي زوينه وخفيفه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم ونتمنى تجربوا هذه الوصفه وبصحه وراحه.